اكد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفه ال خليفه الرئيس الفخري لجمعيه الكلمه الطيبه ان الشباب البحريني يملك قدرات وابداعات كبيره في المشروعات التطوعيه التي تخدم مختلف قطاعات المجتمع وتسهم في تحقيق التنميه الشامله به منوها بدور الرعاه الاستراتيجيين والرئيسيين والاعلاميين للجائزه والذين يسهمون في دعم مسيره التطوع في مملكه البحرين ومسانده المشروعات التطوعيه التي تخدم المجتمع أشاد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة بدور الجمعية التي تنظم الجائزة للعام الثالث على التوالي التي نجحت في جعل الجائزة منصة مهمة لأصحاب المشاريع التطوعية كما نجحت هذا العام في تطوير آليات الجائزة من خلال إقامة فعاليات مصاحبة أسهمت في رفع مستوى المشاركات والله الحقيقة فرحنا اليوم بشوفة المشاريع التطوعية لجائزتنا جائزتنا لأفضل مشروع تطوعي الحقيقة نشكر كل المشاركين والمساهمين للحقيقة أبدوا كل الجهد والتعب لمصلحة بلدانهم لمصلحة مجتمعاتهم فالحقيقة شفنا شيء يفرح من مشاريع كلها وشرح نموذج عن المشاريع نشكر بعد طبعا لجنة التحكيم على مشاركتهم ويانا ونتمنى دوم إن شاء الله التوفيق والنجاح للكل إن شاء الله جاء ذلك خلال حضور سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة لختام عملية تقييم المشروعات التطوعية المتقدمة لجائزة سموه لأفضل مشروع تطوعي في مملكة البحرين المنبثقة عن جائزة سموه للعمل التطوعي وحفل تكريم رعاه الجائزه بحضور وزير العمل والتنميه الاجتماعيه السيد جميل حميدان وممثلين عن وزاره شؤون الشباب والرياضه والسيد حسن بهزاع رئيس مجلس اداره جمعيه الكلمه الطيبه رئيس الاتحاد العربي للتطوع وضيوف الجائزه من دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه ودوله الكويت الشقيقه تفاجات في حجم المبادرات ومستواها الراقي ولهذا نحن سعيدين بالتواجد هذا في مملكة البحرين الشقيقة وسعيدين لتقديم أي دعم ممكن نقدمه للبحرين ونحن أيضا متأكدين من أن مملكة البحرين هي رائدة العمل التطوعي ولهذا هناك عدة مبادرات مع البحرين مع مملكة البحرين وستستمر إن شاء الله وبالحقيقة إحنا جينا اليوم واستفدنا من النشاط الاجتماعي اللي قاعد يقومون فيه نتمني لهم أن يستمرون إن شاء الله بهذا العطاء لخدمة بلدهم إن شاء الله والله يوفقهم لما فيه الخير لخدمة المجتمع بإذن الله تعالى وقام سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفه بتكريم اعضاء لجنه تحكيم الجائزه المكونه من الدكتوره هاله صليبيخ والدكتور فالح الرويني ومحمد علي احمدي معبرا عن اعتزازه بدور اللجنه في تقييم المشروعات التطوعيه من جانبه اشاد وزير العمل والتنميه الاجتماعيه السيد جميل حميدان بدور جائزه سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفه لافضل مشروع تطوعي في مملكه البحرين ورعايه سموه للعمل التطوعي معتبرا ان الجائزه تتيح المجال للكشف عن المشروعات التطوعيه التي تسخر بها مملكه البحرين المشاريع اللي اليوم انعرضت جميله جدا ومتميزه خصوصا المشاريع اللي قدموها الشباب في الفئات العمريه الصغيره اللي كانوا 15 و16 و17 سنه كانت جميله جدا ومتميزه وكانت تدل على أن الشباب واعي عن المشاكل اللي هو يواجهها واعي للحلول اللي ممكن هو يقدمها. وأكد المنسق العام للجائزة يعقوب هزة أن رعاية سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة لجائزة أفضل مشروع تطوعي في مملكة البحرين للعام الثالث على التوالي أسهمت في تحقيق الجائزة نقلة نوعية على مستوى المشاركات التي تضاعف ثلاث مرات حتى وصلت إلى خمس وأربعين مشاركة من الجمعيات والفرق التطوعية التي أظهرت طفرة كبيرة في مستوى المشروعات المتقدمة لنيل الجائزة. لافتاً إلى حرص سموه على أن يتم تكريم المشروعات البحرينية الثلاث الفائزة ضمن احتفالية جائزة سموه للعمل التطوعي التي ستقام هذا العام في جامعة الدول العربية. وقد قام سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة يرافقه وزير العمل والتنمية الاجتماعية بجولة على معرض المشروعات التطوعية المقام على هامش الحفل. حيث حرص سموه على تشجيع اصحاب المشروعات وحثهم على الاستمرار في خدمه المملكه، وقام سموه بتكريم الراعي الاستراتيجي للجائزه تمكين والرعاة الرئيسيين جيبيك وباس وبنك البركه وفيفا وطيران الخليج، والرعاة الاعلاميين جريده اخبار الخليج وجريده البلاد وجريده الايام.